اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج نهايه الاسبوع، نستعرض خلالها اهم وابرز الاحداث محليا وعربيا ودوليا خلال الاسبوع. يسعدنا ان يكون معنا في حلقه هذا اليوم الكاتب الصحفي الكبير محمد السيد حماده نائب رئيس تحرير الاهرام. انا برحب بستك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طيب نتابع هذا التقرير والخاص بالنشاط الرئاسي وكذلك خلال أسبوع ونعود إليكم لاحقا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة الوفاء وحدها بها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وانتوا بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا ويشوفوا قد ايه الأمل ممكن يتحقق ويبقى حاجة تفرحنا كلنا وتسعدنا. فأنا بوجه لكم الشكر كلكم وأتمنى لكم التوفيق وأتمنى للجميع التوفيق. ومش عايز أنسى إن أنا أوجه التحية والتقدير لكل الكيانات اللي بتمثل، مش التحالف بس، مش اللي جوه التحالف بس، لا، أنا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين. وفي 13 من مارس عام 2022 تم إطلاق وبدء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوحيد كيانات ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تحالف واحد دعما للتنمية ولتقديم الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. يضم التحالف 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا تنموي ويعمل في مختلف المجالات الخدمية بجميع المحافظات. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام الصارم بإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري بجودة متميزة. وخلال اجتماع لمتابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية وجه الرئيس السيسي بالاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي وتطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية. وفي اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي الحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيا للمزارعين، كما وجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى الاقتصادي من عوائدها بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة مما يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني وكذلك السياحة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل الفوري مع أي احتياجات تواجه عمليات التنفيذ. زي ما شفنا نشاط مكثف لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن دعونا في بادئ الأمر نتحدث عن التحالف الوطني للعمل الأهلي. كيف رأيت هذا الموضوع؟ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو تحالف تم إنشاؤه في مارس الماضي. هدف التحالف هو أن يكون هناك تنسيق بين الكيانات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات لتحقيق عدالة اجتماعية وحماية اجتماعية للمواطن الأكثر فقرا والفئات المهمشة. المؤتمر الأول الذي عقد خلال أيام كان الهدف منه هو وضع استراتيجية محددة للعمل التنموي والعمل الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة أيضا إلى عرض مزيد من النجاحات التي تمت على الأرض خلال التسعة أشهر الماضية من
سواء كان قافل طبية، سواء كان مساعدات إنسانية، سواء كان عمليات تمكين اقتصادي للمرأة الريفية، والعديد من المبادرات. وشفنا تكريم العديد من النماذج الناجحة في العمل الأهلي خلال المرحلة الماضية. 24 كيان، 24 كيان وجمعية ومؤسسة أهلية، هذا التحالف قام بالعديد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية، كل ذلك تحت عباءة وزارة التضامن الاجتماعي ومعالي الوزيرة نيفين القباج، واللي بتقوم بدور كبير جدا في تسهيل العديد من الأنشطة للتحالف الوطني، بالإضافة أيضا تقديم جميع المساعدات للتحالف الوطني. الرئيس أكد خلال كلمته في هذا المؤتمر على ضرورة أن يكون هناك العمل التكاملي بين الجمعيات الأهلية، ليس فقط الكيانات الكبيرة، ولكن أيضا هو وجه التحية لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. إحنا عندنا 50,000 جمعية أهلية تم تقديم أوضاع، 35,000 حتى الآن، عندنا فترة لتقديم أوضاع باقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى إبريل المقبل. هناك أيضا يعني الدولة تعول على، إحنا لما نقول 35,000 عدد طبعا لا بأس به مما لا شك فيه، هنتكلم عن دور العمل الأهلي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. طيب الجمعيات والمؤسسات الأهلية لها دور كبير جدا، وهو دور أول حاجة دور توعوي، دور لتحقيق مزيد من العوائد الاقتصادية، ليس فقط تقديم المساعدات وخروج المواطن من العوز إلى الإنتاج. يعني الجمعيات والمؤسسات الأهلية لها دور كبير جدا في تقديم القروض الميسرة، في تدريب على المشروعات الصغيرة، وبالتالي هي تحقق نقلة نوعية للمرأة المصرية المعيلة، بالإضافة أيضا إلى مزيد من المساعدات سواء كان المساعدات الطبية. أنا عايز أقول لحضرتك أن المجتمع الأهلي بيقوم بنحو 30% من العامل الصحي في المجتمعات، وبالتالي هو بيقوم بعمل كبير جدا في المجال الصحي. طبعا نسبة كبيرة. طبعا في مجال إعادة تأهيل بعض القرى، وده احنا شفناه في حياة كريمة. بالنسبة لمؤشرات الرئيس أيضا خلال هذا الأسبوع، كان هناك اجتماع في غاية الأهمية، وهو الاجتماع مع الحقيبة الزراعية ورئيس مجلس الوزراء، والاهتمام بالزراعة المصرية وتحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال توفير المحاصيل الزراعية. أنا قبل أن أتجه إلى جودة صادرات مصر الزراعية، لا، أنا هكون مع التحالف الوطني لعمل الأهلي تخصيص ثلث ميزانية التحالف في قطاع الصحة، أهمية ذلك النمو بقطاع الصحة. طيب احنا عندنا بالنسبة لقطاع الصحة، طبعا المواطنين البسطاء اللي موجودين في سواء كان في المناطق الريفية او على الحدود او غير ذلك، احنا التحالف الوطني بيقوم بالتعاون مع الوزراء المعنيين، سواء كان وزارة الصحة سواء كان وزارة التضامن، في تسيير القوافل الطبية. القوافل الطبية في منها قوافل يعني بتقدم الكشف والعلاج، في منها ايضا بتقدم التحاليل، في منها بعض الجمعيات والمؤسسات التنموية ليها يعني غرف مخصصة في المستشفيات بتقوم بإرسال الحالات اللي هي غير قادرة على يعني دفع التكلفة، وبالتالي هي تساعد في مجال الصحة 30% من القطاع الصحي في الدولة المصرية. أيضا أنا عايز أقول لحضرتك كمان إن الكيانات المجتمعية بتساهم في دعم صغار المزارعين، سواء كان من خلال توفير البذور أو الخبرات أو الدلائل الشديدة، من خلال التعامل مع وزارة الزراعة. أيضا في تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، وعندنا تكافل وكرامة، في قاعدة بيانات لتكافل وكرامة، وبالتالي بيتم التقديم ليس فقط الدعم النقدي، ولكن أيضا الدعم العلمي من خلال المساعدات. طيب في نقطة ركز عليها سيادة الرئيس تركيز بالغ الأهمية، كيف ترى جهود الدولة في تنمية الصعيد؟ يعني الصعيد جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية، كنا زمان بنقول أن الصعيد مهمش، الآن الرئيس فيما يخص التحالف الوطني للعمل الأهلي احنا لسه بنتحدث عنه. طبعا الصعيد بقى الصعيد له أولوية في نشاط الدولة المصرية وفي أولويات الدولة المصرية، شفنا مدن جديدة ذكية، شفنا مناطق صناعية جديدة، شفنا زيارات بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصعيد، وآخرها كان في سوهاج، وبالتالي التحالف الوطني أيضا بيقوم بدور كبير جدا في مناطق الصعيد. أنا عايز أقول لحضرتك إن بعض المؤسسات الجامعات الأهلية مثل صناع الخير على سبيل المثال قامت بتطوير قرية الفارسية 3000 منزل، وبالتالي يعني هي بتقوم بعمل فعلا عمل تنموي، عمل رفع كفاءة لهذه القرى والنجوع، بالإضافة أيضا إلى العمليات التوعية من خلال الرائدات الريفيات من قبل وزارة التضامن والتعاون مع وزارة التضامن في هذا الشأن.
هنتجه لجودة صادرات مصر الزراعية، كيف ترى مراقبة وتوجيهات الرئيس السيسي لإحكام الرقابة على جودة صادرات مصر الزراعية ومردودها؟ طيب احنا حققنا طفرة خلال العام الماضي في الصادرات الزراعية، ده نتيجة ايه؟ نتيجة الرقابة الصارمة من قبل الدولة المصرية والاجهزة المعنية، الحجر الزراعي وغير ذلك والحجر الصحي. عندنا ايضا بنطبق النظم العالمية، سواء كان التكوين في عملية الصادرات، متابعة عملية الصادرات منذ يعني منذ خروج المنتج او المحصول الزراعي من الارض حتى تصديره الى الدول المستوردة من الدولة المصرية. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا صدرنا خلال العام الماضي 6.5 مليون طن من الحصلات الزراعية، تقدر منها حضرتها 500 مليار جنيه ل 160 دولة. طبعا ده يدل على ان هناك ثقة في المنتجات الزراعية، وان هناك حرص من الدولة المصرية على يعني جذب مزيد من الدول وفتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية. ولكن عندما تخضع للرقابة الصارمة من قبل الدولة فهي تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة حتى لا يكون هناك في غش تجاري او غير ذلك، وبالتالي الدولة حريصة جدا على تطوير آليات الرقابة على المحاصيل الزراعية. يعني حياة كريمة منذ هذا اليوم دخلت المبادرة في المرحلة الثانية. كيف يمكن النظر للمرحلة الأولى خاصة استهداف المواطنين في قرى وربوع مصر المناطق الأكثر احتياجا؟ حضرتك شايف ايه فيما يخص حياة كريمة ودورها في احداث نقلة نوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ونحن الآن في صدد المبادرة الثانية؟ طب احنا في ظل المرحله الثانيه من حياه كريمه تم اطلاقها في 2019 على 3 مراحل، 4500 قريه وناجعه لخدمه حوالي 60 مليون مواطن مصري. الهدف من حياه كريمه هو احداث نقله نوعيه في الخدمات التي تقدم لهذه القرى والنجوع من خلال تطوير في البنيه التحتيه. ولكن الدوله المصريه حريصه على الاهتمام بالاستثمار في البشر وايضا الاستثمار في الحجر، وبالتالي هي تقوم ليس فقط بعملية نقلة نوعية في الخدمات ولكن أيضا في تقديم تطوير الإنسان وتطوير المكان والإنسان معه. بالفعل كمان بتقوم بتوفير جميع الاحتياجات، عندنا في مراكز رياضية، عندنا في مراكز للأسرة، عندنا حضانات، في قرى حياة كريمة يعني اللي بيتم العمل فيها بقرى حياة كريمة، عندنا أيضا الاهتمام بالصحة، يبقى الصحة والتعليم من أهم أساسيات مبادرة حياة كريمة. وبالتالي المبادرة الأولى استهدفت أكثر من 27 مليون يعني طبعا يعني احنا كل مدى بنزيد في الارقام يعني، وبالتالي تحديد الرقم يعني بيبقى فيه صعوبه شويه. وبالتالي احنا لكن الهدف عندنا هو ايه؟ احداث نقله نوعيه لمثل هذه القرى وهذه النجوع عشان خاطر في تحقيق طفره تنمويه. بالظبط، وكمان احنا بنعمل حاجه اسمها التنميه المستدامه داخل هذه القرى. يعني احنا دلوقتي عملنا كمان في حاجه اسمها البيئه الحاضنه للصناعات الحرفيه واليدويه في قرى حياه كريمه، بنساعد الأمهات المعيلات والأسر في عملية الإنتاج من خلال تقديم الخبرات والتدريب وأيضا القروض الميسرة وأيضا عملية التسويق لهذه الصناعات. نعم. طيب الحقيقة يعني احنا في صدد المبادرة الثانية أو الشق الثاني لمبادرة حياة كريمة، وإن شاء الله هنشوف تطورات أكتر وقت. طب أنا هتجه الآن إلى ملف اليمن وتطورات الأوضاع في اليمن واستمرار الهجمات الحوثية وتأثيرها على تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. نتابع هذا التقرير وبعد ذلك نفتح هذا الملف. من جديد تعود التحركات الدولية إلى الواجهة عبر زيارات مكثفة يجريها المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن بهدف التوصل إلى حل ينهي مسار الحرب وإحلال السلام ضمن المسائل الحكومية والأممية لحل ملف الهدنة اليمنية. المبعوثان الأممي هانس جوردنبرغ والأمريكي تيم ليندر كينغ التقيا في الرياض وعلى نحو منفصل رئيس المجلس القيادي الدكتور رشاد العليمي الذي أكد على أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية والتدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني.
من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحظورة دوليا في مسعى لتحويل اليمن إلى نقطة تهديد للأمن والسلم الدوليين. كما جدد العليمي الالتزام بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة. تأتي هذه اللقاءات في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية رفض المقترحات الرامية إلى تجديد الهدنة المنقضية وتوسيعها وتلويحها بتفجير القتال مجددا مع التهديد بتكرار الهجمات على موانئ تصدير النفط. ومنذ انتهاء الهدنة في اليمن مطلع أكتوبر الماضي فشلت كل الجهود الأممية الرامية لتجديدها وتوسيعها رغم المساعي الدولية المساندة لها، إلا أنها تبقى الأمل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني. ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الأممي جرودنبرغ أولى إحاطاته في السنة الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن ونتائج مسعيه لإحلال السلام، في وقت يستبعد الشارع السياسي اليمني أن تسفر هذه المساعي عن أي حلول جذرية في القريب العاجل. سيد محمد، كيف يمكن النظر إلى الملف اليمني خاصة مع التحركات الدولية الأممية والأمريكية؟ طيب، الملف اليمني يعني 8 سنوات من المعاناة الشديدة في اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على السلطة في 2014 حتى الآن. ما زالت المصادمات، ما زالت عمليات القتل الممنهجة، ما زالت أيضا مساعي من قبل الحوثيين في السيطرة وبسط مزيد من السيطرة على كل ربوع الدولة اليمنية. يعني خلال الأيام أو الساعات الماضية كان هناك محاولة أو جولة من أحد المبعوثين، مبعوث أمم بالإضافة إلى مبعوث أمريكي، لمحاولة لحلحة الأزمة اليمنية والوصول إلى حلول للأزمة اليمنية سواء كان مع الحكومة الشرعية أو مع جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي في الوصول إلى تثبيت الهدنة. إحنا عارفين أن الهدنة انتهت في اكتوبر الماضي، وبالتالي هناك عامل انساني وعامل اقتصادي وعامل امني يسيطر على الملف اليمني، وهناك محاولة من قبل الامم المتحدة من خلال التباحث والجلوس على طاولة المفاوضاء مع الاطراف المعنيين سواء كان في الرياض او سواء كان في اليمن او سواء كان يعني عايزين نتكلم على دور المجتمع الدولي. يعني الحقيقة بيلعب المجتمع الدولي يعني أو بيقوم بتسهيلات كثيرة ولكن مع تعنت الجانب الحوثي. طيب، هو المجتمع الدولي ما بيقومش بتسهيلات، هو المجتمع الدولي هناك حالة إنسانية متردية، هناك حالة من حالات الاحتقان والصدام في الشارع اليمني، وبالتالي هناك دعوات من قبل الشعب اليمني بضرورة تدخل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لو كان عمل أي دور كان خلص الأزمة في 8 سنوات، يعني هو بيحاول تحريك المياه الراقدة في الملف اليمني. وبالتالي جاءت الاجتماعات خلال الساعات الماضية مع الأطراف المعنيين سواء كان جماعة الحوثي أو مع المجلس الرئاسي السيد رشيد العليمي في الوصول إلى تقارب لوجهات النظر للحل السياسي مع الأطراف المعنيين والوسطاء مع سلطنة عمان. ليست هذه المرة الأولى ولكن طيب، احنا كنا يعني في عنصر مهم جدا في الوساطة في الملف اليمني، والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تحاول الضغط على هذا الوسيط في القيام بدور اكثر لتقريب وجهات النظر، وهو سلطنة عمان. سلطنة عمان مقبولة لدى جماعة الحوثي ومقبولة ايضا لجميع الاطراف في الوساطة ومسموح لها بالوساطة، الا ان طبعا ما زال هناك حالة من حالات التعنت من قبل عبد الملك الحوثي وجماعة الحوثيين الارهابية في مزيد من نهب الثروات، مزيد من التهديد لموانئ النفط اليمنية، ايضا من خلال اللعب على المساعدات الدولية. احنا اليمنيين عندنا اكتر من يعني 20 مليون مواطن يمني تحت بالعملية السلمية في اليمن. يعني كل هذه الاسباب بتعصب بالعملية السلمية، يعني ما فيش سلمي في اليمن، واحنا في عندنا خفض للتصعيد. لما حضرتك قلت لي في كام جولة من المحادثات، ما هو جولة من المحادثات ولكنها فشل، هي حتى الان لم تنجح حتى الان. زي ما انا قلت هذه ليست هي المرة الاولى، يعني في ضغط من قبل المجتمع الدولي من قبل
الدول العربية من قبل المنظمات الدولية حقوق الإنسان على الأطراف الوسطاء في الملف اليمني بالإضافة على الأطراف الأزمة للوصول إلى تثبيت الهدنة. الهدنة ليه؟ لأن احنا أصلا احنا فصل الشتاء وبالتالي الشعب اليمني يعاني من أزمات إنسانية طاحنة، نقص في الغذاء، نقص في الدواء، نقص في الإمدادات الطاقة. نحاول بقدر الإمكان المبعوث الأممي وأيضا المبعوث الأممي وأيضا الوسيط الأمريكي في الوصول إلى تقرير نهائي يتم عرضه خلال أيام على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ملزمة للجانب الحوثي للسماح بتثبيت الهدنة خلال الأيام المقبلة. وهل سيأخذ به؟ بالفعل، يعني ما هو إحنا عارفين إن جماعة الحوثي تنفذ أجندات خارجية. بعض الدول الإقليمية تسيطر على جماعة الحوثي، تسيطر على قرار الحوثي من خلال الدعم المادي، الدعم اللوجستي، الدعم العسكري. جماعة الحوثي لا تعترف إلا بلغة القوة، ولذلك لابد أن يكون هناك اتخاذ إجراءات رادعة بالنسبة لمجلس الأمن على جماعة الحوثي ومن يساعد جماعة الحوثي من خلال فرض عقوبات، من خلال أيضا مزيد من الحصار لجماعة الحوثي لعدم وجود إمدادات عسكرية لجماعة الحوثي. طيب احنا هنتجه الى ملف اخر، الازمة الصينية التايوانية. الحقيقة فقد تزايدت حدة التوتر القائم بين الصين وتايوان خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى خاصة على تحركات عسكرية نفذتها بكين قرب الجزيرة تساو. التفاصيل في التقرير التالي. برا وبحرا وجورا تواصل الصين استعراض قواتها العسكرية بتركيز تدريباتها حول تايوان. هي المناورة الثانية في أقل من شهر واحد تصفها قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني بدوريات الاستعداد القتالي المشتركة، حيث يقول بيان الجيش إن الهدف من التدريبات هو التصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والقوى الانفصالية المطالبة باستقلال الجزيرة. هدف واضح وصريح تسطره 28 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال اليومين الماضيين وفق تقارير وزارة الدفاع في تايبي. مكتب الرئاسة في تايوان أدان التدريبات الصينية الأخيرة مع التأكيد على أن السلام والاستقرار في المنطقة هو مسؤولية مشتركة لكل من تايوان والصين. من جانبها تؤكد تايوان أنها لم تصعد الصراع لكنها ستدافع عن سيادتها وأمنها القومي باستعداد عسكري كامل رغم الانتعاض الصيني. تواصل الدول الغربية زيارات دبلوماسية وسياسية إلى تايوان، آخر هذه الزيارات كانت من وفد ليتواني وألماني للجزيرة، حيث تواصل تايبي استقبال الوفود الخارجية الداعمة ومنها مجموعة برلمانية ألمانية من الحزب الديمقراطي الحر تمهيدا لزيارة وزارية مرتقبة خلال العام الحالي. من جانبها اعتبرت بكين الزيارة تحديا لسيادة الصين ودعما لقوى الانفصال في تايوان، ويبدو أن الغضب في طريقه لزيادة، حيث إن تايوان تعول على الدعم الليتواني والألماني للتصدي لتهديدات بكين. كل هذه المناشدات تأتي بينما سيكون التعويل الأول والأكثر أهمية لتايوان على الولايات المتحدة، خاصة إن كان هناك اعتداء عسكري صيني. من جهتها تراقب واشنطن الوضع في المنطقة بحذر شديد. يقول المتحدث باسم خارجيتها إن تصعيد الصراع إلى مواجهة بات أمرا واردا ما لم تفعل الدبلوماسية المباشرة بين البلدين. ودي كمان من احدى الملفات الهامة، توتر بين الصين وتايوان. فأستاذ محمد، كيف ترى هذا التصعيد الذي يحدث الآن الأخير بين الصين وتايوان؟ طيب هناك حزازية في التصرفات الخارجية مع تايوان. الصين تعتبر تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بقدر الإمكان أن تقدم الدعم إلى تايوان وأن تظهر للعالم بأن تايوان دولة مستقلة وليس للصين سيادة على هذه الأراضي. بالفعل طبعا كان هناك زيارة استفزازية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رئيسة مجلس النواب الأمريكي في أغسطس الماضي نانسي بيلوسي لتايوان، وكانت دي رسالة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع تايوان، وحصل يعني نوع من أنواع الصدام السياسي بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
في وفد من بعض العناصر الألمانية زار تايوان خلال الأيام الماضية، وده تعتبر الصين خطوة استفزازية للدولة الصينية لتقديم الدعم السياسي، وأن ألمانيا تقف مع تايوان، لأن طبعا يعني في تصوري أن العناصر أو المجموعات اللي راحت للزيارة إلى تايوان هي تمثل حزب واحد فقط وليس السياسة الألمانية، لأن ألمانيا مع وحدة وسلامة الأراضي الصينية الموقف الرسمي، وهناك علاقات اقتصادية قوية ما بين ألمانيا وبين الاتحاد الأوروبي وبين أيضا الصين. طب لماذا هذا التصعيد في ظل بقى المحاولات الأمريكية لإشعال هذا التوتر؟ طيب الصين يعني وفقا لتقارير الدولية هناك العديد من السيناريوهات المعدة ل يعني المتوقع للملف الصيني التايواني، وهو هناك بعض يعني التقارير تؤكد على ضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي وحل سياسي للأزمة الصينية التايوانية حتى لا يكون هناك صدام ما بين تايوان وبين الصين. هناك أيضا بعض التقارير تشير إلى أن من الممكن أن يتم التعامل مع تايوان مثل هونغ كونغ على سبيل المثال، يعني يكون دولة واحدة لكن حكومتين يعني مستقلتين لكن تبع للصين، وده يعتبر ملف من الملفات المقترحة خلال المباحثات المقبلة. أي تصرف أو أي زيارة بتتم من قبل أي دولة لتايوان تعد الصين إن دي يعني خطوة استفزازية للصين. الصين طبعا لديها من الأدوات سواء كان الاقتصادية أو العسكرية اللي هي من الممكن أن تغير المعادلة في أي وقت. طب قبل أن يداهمنا الوقت، السيناريوهات الأكثر ترجيحا في التوتر بين الصين وتايوان في المرحلة المقبلة، يعني أعتقد أن ليس هناك أي تحركات استفزازية من الممكن أن تحدث في هذا الملف، خاصة مع الأزمة العالمية التي تمر بها المنطقة في أوروبا، أزمة أوكرانيا وروسيا. إذا قامت الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية بأي عمل استفزاز للصين، أعتقد أن الصين سوف تأخذ الجانب الروسي، لأن وبالتالي سوف تزداد اشتعالا هذه الأزمة الأوروبية بدخول الصين على خط المواجهة. وأعتقد أن العقلاء في العالم لن يسمحوا بمثل هذا الأمر، لأنه سوف يؤدي إلى دمار ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في أنت شايف حضرتك هذا التصعيد يعني ايه اللي وراء الكواليس؟ يعني انا في تصوري ان زيارة لحزب ما بعض عناصر من البرلمان الالماني لا تمثل اي تهديد، ولكن هي تمثل يعني نوع من انواع الدعم المعنوي للقيادة التايوانية، ولا تؤثر على الملف يعني الملفات السياسية او الملفات الاقتصادية، وبالتالي يعني تصرف داعم من حزب الماني فقط لغير، ودون ان يمثل وجهة النظر الالمانية الرسمية. وبالتالي اعتقد في تصوري ان الامور سوف تهدأ خلال المرحلة المقبلة. طب كيف ترى دور الولايات المتحدة الامريكية؟ الولايات المتحدة الامريكية منغمسة في الملف الروسي الاوكراني، وبالتالي هي لا تريد فتح جبهة اخرى في الصراع، والدليل على ذلك انها تتدخل بقوة في منطقة الشرق الاوسط حتى لا يكون هناك صراع في الملفات في الشرق الاوسط، وبالتالي هي تريد احداث الامن والسلام في المنطقة. احنا وصلنا الى نهاية برنامج نهاية الأسبوع، ليس عني غير أنني أشكر الكاتب الصحفي الكبير محمد السيد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام. شكرا يا فندم لحضرتك، شكرا لفضيلتك معنا في برنامج نهاية الأسبوع. مشاهدينا الكرام في كل مكان، وصلنا الآن إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نهاية الأسبوع. انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وأهم الملفات التي تدار على مدار أسبوع قادم محليا ودوليا وعربيا. إلى اللقاء.